بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن ننتج الثقافة المشتركة حرصا منا على وحدة الوطن، حرصا منا على ذوق أبناء الوطن، تكريسا للثقافة الرفيعة وللذوق الرفيع. هذه المهمة بالتأكيد لها فوائد زي الإبقاء على نسيج الوطن في صورة متجانسة ومتكاملة، لكن أيضا فيها مخاطر من نوعية من الذي لديه القدرة على التصنيف، وهل له مصالح معينة في هذا التصنيف في استثناء وتهميش صور من الأدب والنصوص وتقديم نصوص أخرى ربما تكون أقل في الأهمية. يعني كما أن هناك مميزات لهذا الأمر فهناك مخاطر تحيط بعملية إنتاج الثقافة المشتركة أو الحرص عليها. طيب، على الجانب الآخر هناك اتجاه للاهتمام بثقافة المهمش. هذا الاتجاه ينبني بالأساس على رؤية أنه في المجتمع الحديث الذي نحيا فيه هناك طبقات معينة تحيا في حالة تهميش ثقافي. الحقيقة أنه في الماضي كان الاتجاه اليساري هو اللي بي 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 بيقول بهذا الكلام في محاولة لتوجيه الاتهام للرأسمالي. النهاردة الاتجاه الرأسمالي بدأ هو كمان يشير إلى أوطان العالم ويقول لهم والله أنتم ما عندكمش حرية، ده عندكم طبقات تعاني من تهميش ثقافي. ويعني أصبح الاتهام نوع من أنواع شيء مرن، شيء صعب فهم حقيقة الدوافع التي يخرج منها هذا الاتهام وهذا المعنى، لأنه نفس هذه المجموعات التي توجه الاتهام بتهميش الثقافي قد تتجاوز عنه في مناطق أخرى. على كل الأحوال عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ الاهتمام بالفعل في أوروبا على الأقل بالثقافات التي كانت مهمشة. بدأت برامج لتعليمهم، تعليم الكبار، إدراج نصوص من ثقافاتهم الخاصة في برامج التعليم. الحقيقة برضو أنه يجب أن نتوقف عند هذه المرحلة، لأنه عقب الحرب العالمية الثانية أوروبا كانت تعاني من نقص شديد في الطبقات العاملة والطبقات المؤهلة لتولي مناصب معينة في العمل، ولذلك هي بدأت تهتم بالطبقات المهمشة. لم يكن أمامها سوى هذا الأمر، لأنه في حالة نقص بسبب طبعا أعداد الرجال الذين فقدوا خلال المعارك. يمكن لو توقفنا عند مثال بسيط، سنة 1975 أصدر هودجارد دراسة عن ثقافة الطبقة العاملة في بريطانيا ونشرها في عدة جرائد ومجلات، وهذه الدراسة تناولت عدد كبير من النصوص والصور وما إلى ذلك من مختلف الأمور التي يمكن من خلالها رصد ثقافة هذه الطبقة. تبقى الحقيقة عدد حقيقة تبقى أو يتبقى يعني عدد من الأسئلة المهمة في هذا الأمر. فتهميش الثقافة حقيقة لا ينطلق أبدا من عناصر كامنة بها، لكنه ينطلق من تهميش أصحابها بالأساس. يعني هي العملية إذا خدنا بمقولة الصراع الطبقي وارد، إذا خدنا بمقولة أن هناك طبقة سائدة تعلي من شأن ثقافتها ولغتها وأدبها وكل ما يتعلق بها من فنون ومظاهر، في حين أنها تسعى لوأد وإهمال كل ما يتعلق بالطبقات الأخرى وارد. إذا خدنا مثال النموذج الإيطالي كما تحدثنا في المحاضرات الخاصة بجرامتشي، وارد أيضا أن المسألة تبقى مصالح لرجال أعمال ونفوذ وما إلى ذلك. لكن حقيقة أنه يعني لن تجد ثقافة مهمشة لذاتها، هي لم تدرس أساسا ولم تحدد إيه مثلا كوامن الضعف فيها أو كوامن القوة، هذا لم يحدث. ما حدث هو تهميش أصحابها بالأساس. الأمر الثاني أنه الدليل على ذلك أنه نحن ليس لدينا أدوات لقياس انتشار الثقافة، لأنه
في بلد ما، في بقعة ما في هذا العالم، نجحت مجموعة معينة في فرض ثقافة معينة، هذا لا يعني أنها يعني بالضرورة منتشرة بين كل طوائف الشعب. ليس لديك القدرة لقياس الثقافة بهذه الصورة. بمعنى آخر، التسيد لا يعني الانتشار. سيادة ثقافة معينة لا يعني بالضرورة أنها ثقافة منتشرة بين أفراد الشعب. الواقع أيضا أننا في الوطن العربي لا يجب أن نحصر أنفسنا بين اتجاهين، يعني أن ننتج ثقافة واحدة أو أن نهتم بثقافات متفرقة حتى داخل المجتمع الواحد. لا، يعني أن نتبنى اتجاه بكامله. طب ليه؟ يعني لماذا يفرض علينا أن نتبنى اتجاه من اتجاهين لا غير؟ قد يكون هناك مساحة للأخذ بالاتجاهين معا، قد يكون هناك مساحة للتوافق حول ثقافة هجينة، قد يكون هناك حلول متعددة. بالتالي لا يصح إطلاقا أن يعني القول بأنه لا سبيل سوى هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. ما يعني يؤكد هذا الأمر أنه طيب هذا الكلام اللي أطلقه ويليامز واللي أطلقه ليفز واللي شفناه في ثقافة المهمش، كل هذا الكلام كان قبل ثورة الاتصالات، ماذا عن الآن؟ يعني النهاردة أي جهود لأي حكومة لفرض ثقافة معينة أو للاهتمام بثقافة معينة أو ما إلى ذلك لا تمثل عشر ما يمكن للشباب وللشعب وما يتاح لهم للاطلاع عليه. فما قيمة هذه الجهود؟ يعني ما قيمة أن تدرس أشعار معينة في مراحل تعليمية وفي مراحل جامعية وبينما يتاح لهؤلاء الطلاب الاطلاع على كل الأشعار وكل الآداب وكل النصوص التي منعوا منها بسهولة ويسر شديدين؟ يعني فطيب يعني هنا الحقيقة المسألة باتت يعني مختلفة عما أطلقه ويليامز وما أطلقه ليفز، وبتنا بالفعل في حاجة لخيار ثالث بين الاتجاهين. هدف الدراسات الثقافية وحدودها في نهاية الأمر هو دراسة الظاهرة الثقافية وفهم البناء الاجتماعي والبناء العقلي للمجتمعات والتنبؤ بعض الأحيان بما يمكن اتخاذه من إجراءات وتصرفات إزاء بعض الحوادث. هذا الهدف اللي قد يكون هدف علمي مشروع تطور في الآونة الأخيرة إلى حد كبير بتنا لا نجد هذا الهدف بهذا النبل إطلاقا. الحقيقة أصبح الهدف الأساسي هو التدخل الثقافي في حياة المجتمعات الأخرى لهدف اقتصادي، لهدف سياسي، لهدف اجتماعي. لكن طبعا لا يخفى على أحد محاولة فرض نمط ثقافي واحد على العالم بأسره، ومن ثم فأصبحت الدراسات الثقافية الوسيلة الأولى لتحقيق هذا الأمر، وهي لا حدود لها. يعني بتتعامل مع الإعلانات التلفزيونية، الأغاني، الأشعار، النصوص، الجرائد، الملابس، المأكل، النوم، العبادات، كل شيء. الحقيقة أنه يعني خلال المحاضرات السابقة حاولنا أن نقدم يعني شرح مبسط لمدخل لفهم الظاهرة الثقافية وكيف تدرس وكيف يمكن أن تكون لها أو أن تكون سلاح ذو حدين. آمل إن شاء الله في الخطوات القادمة في النماذج التطبيقية أن نستطيع أكثر أن نفهم كيف أفادت الدراسات الثقافية في الحقل العلمي.